السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة، ورقة النيماتود. أنا هسيب لك الاتنين لايف سايكل بتاعة الأسكارس وبتاعة الانتروبيس مشروحين على السبورة، ولكن فيهم شوية ديتيلز خفيفة خالص اللي هم الحاجات الخاصة من عند الديزيز كده، مالكش دعوة بيه، يعني أنت بس تتفرج على اللايف سايكل بس. ممكن ارفعهم لك متمنتجين، مش مشكله. لكن القصه ان انت بس تبقى عارف ان الورقه دي فعلا لو انت جربتها، انا مش عايزك تتقفل كده من اول ما مره، بس انت لو جربت المذاكره من الورق اللي هو الـ A3 بلس ده، هتحس باختلاف رهيب وانت بتحاول تستعيد او تستذكر الكلام اللي مكتوب فيه. الورقه منظمه الى اقصى حد، مساحتها صغيره بالرغم ان هي فيها كل المعلومات، وانا ما شلتش اي سطر او اي معلومه من المواضيع اللي انا غطيتها في الورقه دي، ولسه هيكون في ورقه تانية. الورقه دي انا حطيت فيها كل الانترودكشن بتاع النيماتودا، وشلت منه الجمل الانترودكشن اللي ملهاش معنى لانها هتيجي مثلا في الدوده بتاعتها، يعني مثلا ترايكنيلا سبيراليس. انا حابب نتعرف على الورقه الاول. الترايكنيلا سبيراليز، الجمله دي ان هو وان هوست اكت از ديفينيتيف هوست اند انترميديت هوست، يعني شايل الادلت واللارفا. الجمله دي كانت موجوده في الانترودكشن، فانا شلتها وحطيتها مع الترايكنيلا علشان تكون بتتحفظ في مكانها يعني. اما في جمل تانية لا، كان ضروري جدا ان احنا نعرفها في الانترودكشن. فالورقه دي غطت ايه؟ غطت النيماتود كانترودكشن كامله كامله، وفرضتها لك كمان في شكل اسئله وفي شكل عناوين. ما اعتقدش ان في حد عاملها كده اصلا، يعني ما شفتش الورق بتاعكم اغلبه مش مرتب. بعدين حطيت فيها الاسكارس والترايكوسيفلس او الترايكورز والانكليستوما والسترونجايلويد والانتروبيوس والترايكنيلا سبيراليس. تقريبا انا حطيت لك كل الانتستاينال نيماتودز. باقي معانا التشو نيماتود والكابيلاريا، هنخليهم في الورقه اللي جايه. تواجدهم في نفس الشكل دوت هيخليك تعرف الأوجه التشابه ما بينهم، يعني في ايه الشبه والاختلاف اللي ما بينهم، وهتقدر تعدده كويس جدا. فالورقة فعلا هتسهل لك جدا المذاكرة. تمام كده؟ ماشي، تعالوا نشوف الحتة او نبدأ بقى معانا كده ايه من الاول كده بالراحة واحدة واحدة. بيقول لك اول حاجة النيماتودز هي عبارة عن unsegmented. الكلام ده شرحناه على السبورة، بس انا هعيد الانترودكشن كاملة وهنعيد الورقة كلها. بيقول لك ان هي unsegmented، تمام؟ يعني مش زي السيستودا وبايلاترالي سيمتريكال، مش زي الهيتروفيس مثلا وبعض السيستودز، والونجيتد سلندريكال فلاري فورم، سلندريكال او فلاري فورم. هي شبه دوده الارض زي ما اتفقنا قبل كده، وحتى الاسكارس لامبري كويد، اويد يعني شبه لامبريك، شبه ايه بقى؟ شبه اللامبريسي، ولامبريسي دي دوده الارض اللي هم بيحطوها في الصناره ويصطادوا بيها. فالاسكارس لامبريكويد سموها كده علشان هي شبه دوده الارض. هي فاري ان لينث، متعدده كده في الاشكال بتاعتها، من فيو مليمترز زي القزم، نسيت اكتبها القزم، الى اكتر من متر زي البجحه. اكتب معلش القزم واكتب البجحه، وهنعرف ايه قصه القزم والبجحه كمان شويه. بعدين كلهم ار اول ار سيبريت سكس، على عكس السيستودز. السيستودز كانوا اول ار هيرمافرودايت خنثى، والتريماتود كان في من ده على ده. الميل شورتر اند ثينر ذان الفيميل، الميل فينترلي كيرفد، بيبقى ملوي كده شويه او ملفوف، زي مثلا اهو المنظر ده كده زي اهو، بص شايف اللفه الجامده دي؟ بص لا ده كده عادي الكيرف العادي بتاع الدوده، لكن ده شايف متني دايما كيرفد فينترالي. بعدين الميل بيبقى شورتر اند ثينر، اقصر، شايف الميل قصير، اما الفيميل طويله. الميل هاف فينترالي كيرفد بوستيريور اند which may have papillae copulatory spicules and all pairs. ايه السبيكيولز دي يا دكتور؟ او السبيكيولز اكسكيوز مي، اللي هو يعتبر يعني البينس بتاع الورم، يعني هو شكل هو البينس، او هو حاجه شبه الدبوس كده بتساعده ان هو يفتح الفالفا بتاعت الفيميل علشان يعمل عمليه الفيرتلايزيشن. تمام. الانتير اند بتاعت الدوده بقى، تعالوا بقى نمشي بقى اي بي سي دي. يعني احنا خلاص اتكلمنا على ان هو unsegmented ولينث والسكس بتاعهم وايه الفرق ما بين السكسين، وبعدين اي بي سي دي.
ايه الانتيريور اند، فيها لبس، فيها شفايف، فيها تيث، سنان، هوكس، وفيها كاتنج بليت. دايما تحس ان بص وش وحش كده، تمام. اوربا بيلي برضو، بابيلي دي موجوده انتيريور وبوستيريور وعلى الجينيتاليا علشان الاتاتشمنت للفاينل هوست بتاعه. دايما بيحبوا يستخدموا لفظه الفاينل هوست مش الديفينيتيف، علشان ان الفاينل بتشمل الديفينيتيف والريسيرفوار هوست، يعني بتشمل الانسان والحيوان. بادي وول هاز نو ايبيثيليال لايننج، مفيش ايبيثيليوم من بره، لان الاوتر لاير هيالاين نون سيلولر، مفيهاش خلايا. السب كيوتيكولار هي اللي فيها ايبيثيليوم، وبعدين في لاير اوف ماسل، وبعدين في البادي كافيتي لما تاخد كات او كروس سيكشن هتلاقيه راوندد وفي بادي كافيتي. الكيوتيكل سموث وفاينلي استرايتد. فليش كولر ذا بادي، مش فليش لونها لون وردي، مش عارف. طبعا مقطع فليش المفروض يستخدم مع الكونسيستنسي، يعني الكونسيستنسي دي لما تمسك مناخيرك كده تحسها يعني طريه وفيرم شويه، لما تمسك خدك تلاقيه فليشي، ده اسمه الكونسيستنسي. فالمفروض ان الفليش يعني لحمه بتستخدم في الكونسيستنسي مش في الكالر ده قوي يعني، علشان anyway هو استخدمها هنا يقصد ان هي بتبقى لونها بينكش او ويتش، لونها محمر او وردي شويه. عندهم دايجستيف سيستم هنشرح تفاصيله دلوقتي. يبقى ده كده الجنرال كاركتر بتاعت النيماتودز. اليمنتري تراكت او الجي اي تي بتاعها، طبعا ما ينفعش نقول عليه جي اي تي لان هو ما فيهوش معده، ما هو جي اي تي يعني جاسترو يعني معده، انتستاينال تراكت، فهي اسمها اليمنتري تراكت يعني اللي بيقوم بوظيفه الجي اي تي يعني. سيمبل تيوب اكستند من الماوث لحد الانس، متبادئه من الماوث البق لحد الانس زي اي جي اي تي انت تعرفه في حياتك. الماوث بيحتوي على اسنان، تيث او كاتنج بليت، بعدين في بكال كافيتي بتبقى تيوبولار او فانل شيب، وممكن تحتوي على بوكيت او كبسول علشان ساكنج بروبوسز علشان تلزق في الهوست بتاعها. الاسوفيجاس قد يكون ماسكولر او سيولر، سيولر دي واحده بس هنعرفها كمان شويه، او ماسكولر. في الفيميل الانتستين بتبقى ليها شورت ريكتوم ولايند وذ كيوتيكل وبتفتح ثرو الانس. في الميل بتبقى الانتستين جوين وذ الجينيتال تراكت في كومن كلواكا وبعدين اوبن ثرو انس. اتفقنا الانتستين فيميل بتبقى فيها شورت ريكتوم بتفتح على طول في الانس، اما في الميل بتجوين مع الجينيتال تراكت وتفتح في حاجه اسمها كومن كلواكا اللي هي التجمع بتاع الجينيتال والجات، وبعدين تفتح برضو في الانس. الانس بتفتح فينترالي شورت ديستانس من البوستيريور اكستريميتي، يعني خلاص بتبقى قربت خالص من البوستيريور اند. يعني مثلا لو احنا تخيلنا هو دوت الميل، فهي هتفتح في الاخر هنا كده ماشي، يعني ده احنا هو كيرفد في البوستيريور اند بتاعته، فهو هتلاقي الانس فاتحه قريب من البوستيريور اند. بعدين النمبر والباترن اوف ديستريبيوشن والبابيلي اللي حوالي النمبر والباترن اوف ديستريبيوشن بتاع البابيلي اللي حوالين الانس هي دي بتساعد في الايدنتيفيكيشن بتاع السبيشيس، يعني بتبقى مختلفة من سبيشيس لسبيشيس. طبعا يعني مش هنقعد نشغل بالنا بالانس بتاع الدودة يعني عشان اعتقد عيب يعني. فبعد كده بيكلمك عن الجنرال تايبس اوف اسوفيجاس. قبل ما اخشها لازم نعرف تقسيمه كده بسرعة عن النيماتود. اتفقنا ان النيماتودز قد تكون انتستاينال نيماتودز وقد تكون تيشو نيماتود. لو هي انتستاينال فهي حاجه من حاجتين، يا اما عايشه في اللارج انتستن يا اما عايشه في السمول انتستن. لو هي تيشو فيا اما ادلت انتشو يعني المان ديفينيتيف هوست، يا اما لارفا انتشو يعني المان يساوي انترميديت هوست. اللارج انتستن، اللارج انتستن الارمله والكرباك. نفهم بقى ايه قصه التسميات بتاعتهم. قلنا الارمله اللي هي دوده اسمها انتروبيوس فيرميكولاريز او اسمها بين وورم، شرحناها اصلا قبل كده في حصه السبوره، وليس منها ارمله هي جوزها بيموت بعدها وهي ارمله دبوسيه مفتريه، ارمله عشان جوزها بيموت بعد الفيرتلايزيشن، دبوسيه
علشان هي شكل الدبوس وبتشك الأطفال، مفترية عشان بتصحي الأطفال من النوم بالليل وتشكهم وتحط لهم البيض على البري إينال إينس، البري إينال إيريا، فبيخلي الطفل يطلع يهرش كده في الإينس وبتزعجه، فطبعا الطفل بيصحى الصبح ما نامش كويس ويبقى طول اليوم متعصب ومتضايق، فعشان كده سميتها الأرملة الدبوسية المفترية، وده يخليك تفتكر أسمائها. دبوسية يعني بين وورم، وأرملة مفترية ولوية بوزها كده كانت لوية الانترو انتروبيس انتيرو بيس، اوكي. والكرباك، الكرباك لانه فعلا شكل الكرباك بالظبط، في حتة رفيعة وفي حتة ايد كأنك هتمسك الكرباك وتضرب بيه، والكرباك قلنا مقطع ترايك، ترايك يعني فلاجيلا، والدودة اسمها دودة صوتية ويب وورم يعني الدودة الكرباكية برضو، كرباك اللي هو الترايكوريس ترايكوري هنحفظه لما ندخل عليه بالتفصيل. سمول انتستن، اللي عايش في السمول انتستن نتخيل المشهد اللي هو دراكولا والتعبان والقزم. دراكولا اتفقنا اللي هو عمو دراكولا انكل استوما، والتعبان اللي هو تعبان البطن الاسكارس، والقزم حاجة كده اسمها سترونجايلويد استريكولاريز، وده قزم فعلا وقصير واسمه دوارف ثريد وورم. يبقى الدراكولا والتعبان والقزم دول قاعدين في السمول انتستن. بعدين لما تبص شوية كده على اليمين ولا الشمال هتلاقي فيه الأرملة ماسكة كرباك وقاعدة عمالة تلسع في العيال الصغيرين، ماشي، وعايشة في اللارج انتستن. لو احنا حبينا نزود حاجة على السمول انتستن فاحنا هنزود ترايكينيلا ادلت. يعني الترايكينيلا ادلت عايشه فين؟ عايشه في السمول انتستن. طيب والترايكينيلا لارفا عايشه فين؟ عايشه في التشو. اللي عايش في التشو ادلت انتشو الفلاريا، واسمها فلاريا الحمد لله رب العالمين، يعني ان في اسم سهل. والبجحه اسمها مدينه ورم، البجحه المتمدنه اسمها مدينه ورم، دول عايشين في التشو. لارفا انتشو زي الفيسترا لارفا ميجران وكتينيوس لارفا ميجران هنعرفهم في اخر الحصه، والترايكينيلا لارفا لارفا. خلاص ماشي. بعدين تعالى بقى احنا كده حفظنا اساميهم بالارمله، الكرباك، دراكولا، التعبان، القزم، الفلاريا، والبجحه، وترايكينيلا. لو انت حفظت الاسامي دي كده بالعربي وعرفت كل واحد هو مين، هتيجي بقى اي حاجه تقابلنا هتلاقيها بقت سهله. بيقول لك يا سيدي الاسوفيجاس اشكاله عامله ازاي؟ في كلاب شيب، عارف كلاب يعني نادي، بس هو كلاب يعني الاسوفيجاس شكله عامل كده، معلش الصور البي دي اف مبوظها شويه، اهي كلاب يعني منظره عامل كده، ضيق من ناحيه وواسع من ناحيه. خلاص؟ فاحنا اتفقنا ايه، دراكولا واخد التعبان ورايحين الكلاب، يبقى دراكولا والتعبان الاسوفيجاس بتاعهم شكله ايه؟ شكله كلاب شيب، شكله كلاب شيب كلاب، اوكي. مين دراكولا؟ عمو دراكولا انكلستوما، والتعبان تعبان البطن الاسكارس. والارمله متردده، اروح ولا ما اروحش؟ معلش ارسمها عدل انت، اروح ما اروحش، ان فيها حته كلاب وفيها حته سفيريكال، فيها حته كلاب انتيريورلي وفيها سفيريكال بوستيريورلي، فالارمله متردده يعني دبل بابل، دبل بابل اهو، حته كده وحته كده. والقزم كان شبطان فيهم وقعدوا يسحبوه كده لورا، فبقى في حته سلندريكال والباقي كلاب، فهي دي كلاب والمفروض مسحوب بسلندريكال. خلاص. بعدين سيولار اسوفيجاس التراي وتراي، مين تراي وتراي؟ التراي كينيلا والترايكورز، الترايكينيلا والترايكورز، على فكرة الاتنين فيهم ترايك علشان فيهم فلاجيلا، الترايكينيلا والترايكورز. سلندريكال بيبقى اتنين بارت، شورت ماسكولر و نارو وانتيور، شورت ماسكولر نارو انتيريورلي، وبعدين في لونج وايد جلاندولار بوستيريورلي، ماشي. وده اللي هي الفلاريال وورم. الفلاري فورم اوسوفيجاس ده اللي موجود في الثيرد ستيج لارفا، وهنعرف يعني ايه ثيرد ستيج لارفا. خلاص. تعال بقى نشوف اكسكريتوري سيستم، فاسكولار سيستم، ريبرودكتيف سيستم، مش عارف الكلام ده مش يعني مش فارق قوي معايا، ماشي. تعال نشوف الاوتلاين بتاع اللايف سايكل. اول هام بيقول لك الهوست، الهوست موستلي هو واحد هوست بنسميه مونوكزياس او مونوكزينس، تمام، وسيمبل لايف سايكل، يعني هو ما عندهاش غير ديفينيتيف او ريسيرفوار هوست بس، عندها وان فاينل هوست، ما فيهاش انترميديت هوست. امال يا دكتور بيحصل لها ماتيوريشن فين؟ بتحصل ماتيوريشن في السويل،
وتبقى انفكتيف من السويل وترجع تاني ناكلها. يبقى في احيانا هتلاقي اللارفا عندها ايه؟ وان هوست وسيمبل لايف سايكل. احيانا عندها اتنين هوست، واحد ديفينيتيف والتاني انترميديت وليها كومبلكس لايف سايكل. احيانا بتعيش فري ليفنج في السويل، يعني مش عايزه هوست اصلا، وساعتها معلش خد بين قوسين كده واكتب لي فاكولتيتيف بارازايت. يعني ايه؟ يعني مش فارق معاه يعيش في انسان او ما يعيش في انسان، هو عايش بحريته. مين بقى المهبول اللي بيعمل كده اللي عايش بحريته؟ القزم. فالقزم عايش حر احيانا، بين قوسين اللي هو يعني فاكولتيتيف بارازايت، او بيقدر يعيش فري ليفنج لايف سايكل، ودي مش هتشوفها خالص في الديدان غير في الاسترونجايلويد استريكولاريز او القزم. الهابيتات او عن الهابيتات، احنا خلاص اتكلمنا ان عندنا بنقسمها اكوردنج تو هابيتات الى انتستاينال وتيشو. هو بيقول لك ان الادلت قاعده في السمول انتستين وهتنزل اللارفا بتاعتها في الجي اي تي والايج، او ممكن تطلع بره تحط بنفسها البيض وتشك العيل زي الدبوس في السكن اللي حوالين الانس. حد استنتج يا مين اللي بتعمل الحركه دي؟ الارمله المفتريه الدبوسيه، تطلع تشك العيل على البري انال سكن، السكن اللي حوالين الانس، وتحط البيض بتاعها. تمام يا دكاتره؟ اوفي بوزيشن، وضع البيض. اتفقنا ان في ديدان اوفي بيرس، يعني بتضع البيض اما تيور زي دراكولا والتعبان والكرباك. حد فاكرهم مين دراكولا؟ اه يا دكتور، عمه دراكولا اللي هو مين بقى؟ ها انكل، عمه يعني انكل، انكل استوما ديودينال، والتعبان اسكارس، والكرباك ترايكورس ترايكوري. او في في بيرس، او في في بيرس ده ماتيور اج، يعني نزلتها. بص هو اوفي يعني نزلت بيضه اما تيور، في في يعني ولدت ما بيضتش، ولدت بتولد لارفا ما فيش بيض زي الفلاريا والترايكنيلا. طب او في في يعني بيضت بيضه فيها لارفا، يبقى فيها اما بيضه يا اما لارفا، يا اما بيضه وفيها لارفا، يا بتبيض يا بتولد، يا بتبيض بيضه بس البيضه فيها الولده جاهزه. وفي في بيرس اللي هو ماتيور ايج كونتين لارفا زي الارمله والقزم. حد فاكر يعني مين الارمله؟ ارمله دبوسيه مفتريه اللي هي البن بين وورم دبوس، وقزم سترونجايلويد ستريكولارز. اجز ماتيور انفكتيف اف سوالود كونتيننج ال 2 لارفا، احيانا البيضه نازله ماتيور وانفكتيف زي الارمله، احيانا البيضه نازله اماتيور ومحتاجه وقت للماتيوريشن، علشان كده ما بتعملش اوتو انفكشن. يعني لو جه قال لك علل ليه الاسكارس ما بتعملش اوتو انفكشن، قول له لانها بتبيض بيض اماتيور ريكواير تايم فور ماتيوريشن في السويل، ده محتاج يقعد في السويل ويقعد له كام اسبوع على ما يبقى انفكتيف. الايج هاتشنج انا اللي مزود الثلاث سطور دول لاني لقيتهم معلومات ينفع تتسال في الام اس كيو. احيانا البيضه تنباض وتفقس قبل ما تخرج من السمول انتستل اصلا، يعني من الاخر اللي ينزل لك في الاستول مش بيض، امال ينزل ايه؟ ينزل لارفا. يبقى ايج هاتشنج في الهيومن بيفور بينج باست ويز فيسز زي القزم، فالقزم مش هتلاقي ايج في الاستول. اكتب كده خد سا واكتب نو ايج ان استول في الحته دي. ايج هاتشنج ان ديفينيتيف هوست افتر انجيشن، يعني بعد ما كل البيضه فقست جوه الانسان زي التعبان والكرباك. ايج هاتشنج في السويل افتر ماتيوريشن، يعني نزلت في السويل وحصل لها ماتيوريشن في السويل وبعدين هاتشنج في السويل زي عمو دراكولا اللي هو مين يا جماعه؟ انا عايز احفظك بس، فممكن اطول الحصه عادي بس في الاخر تخرج حافظ. عمو يعني ايه؟ انكل استوما. المود اوف انفكشن، انجيشن اوف انفكتيف ايج او فلاري فورم لارفا، لارفا بنتريت سكين اور ميوكوس ممبرين، انجيشن اوف اندر كوكت بورك زي الترايكنيلا، موسكيتو او فلاي بايت زي الفلاريا. انت يا دكتور ليه كاتب الكلام ده؟ علشان كتجميع ليك ممكن تحتاجها. يعني اللارفا ممكن تبنتريت السكين او الميوكوس ممبرين، زي لو عايز تكتب بالعربي دراكولا والقزم، كان هنعرفهم كمان شويه في بالتفصيل. ممكن تجيب اكل البورك، وانت كده كده هتفتكرها اهو اهو. ده مين ده يا دكتور؟ ده الترايكنيلا سبيراليز، فاللي هتيجي باكل الكوكد بورك هي الترايكنيلا سبيراليز.
اه سهم اهو. ممكن لارفا بنتريت سكين زي دراكولا والقزم، ممكن انجيشن اوف انفكتيف ايج او فلاري فورم لارفا. فلاري فورم لارفا المثال بتاعها اعتقد مش معانا. اللي هو ممكن سترونجيلويد، بس لا يعني بص، هو انجيشن ده انفكتيف ايج ماشي، احنا عرفنا اللي هو التعبان والكرباج ماشي، عشان من ايه ما نلخبطش نفسنا. الديفلوبمنت، الديفلوبمنت بقى دي اللي انا شرحتها لك على السبوره، وانا شايف ان هي كانت خلاص يعني فهمناها. احنا بنديفلوب، ممكن يحصل ديفلوبمنت دايركتلي في الجي اي تي الاول. يعني يا جماعه احنا عشان يحصل ديفلوبمنت بتمر الدوده بخمس مراحل، خمسه سكسيسيف ستيج فيهم أربعة لارفا وواحد أدلت. الأربعة لارفا هيمروا بأربع انسلاخات 4 مولت عشان يبقوا أدلت. L1 نكتب هنا M1، L1 هي لارفا 1 بعد الانسلاخ الأول تبقى L2، بعدين L2 اللي هي لارفا 2 بعد الانسلاخ الثاني اللي هو M2. بص يا جماعة اكتب على السهم ده M1 M2 M3 M4. L1 اللي هي لارفا ستيج، فيرست ستيج لارفا، فيرست ستيج لارفا لازم الانسلاخ الاول اللي هو فيرست مولت عشان تبقى السكند ستيج لارفا، والسكند ستيج لارفا لازم تمر بالانسلاخ الثاني اللي هو مولت 2 السكند مولت عشان تبقى ثيرد ستيج لارفا، والثيرد ستيج لارفا هتمر بالانسلاخ الثالث اللي هو الثيرد مولت عشان تبقى فورث ستيج لارفا. ال L4 هتمر بالانسلاخ الرابع والاهم علشان تدي ادلت. انا قلت حاجة صعبة في السطر ده؟ لا، لازم تبقى عارف ان L1 و L2 اسمهم رابديتي فورم لارفا، فممكن لما اكتب لك L1 دايما ده معناه انك هتكتب في الامتحان L1 بين قوسين فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا، ولما اكتب لك L2 فانت هتكتب في الامتحان سكند ستيج رابديتي فورم لارفا. طب يا دكتور L3 دي فلاري فورم لارفا، هي واربعة، فلما اكتب لك L3 فمعلش اكتب في الامتحان ثيرد ستيج فلاري فورم لارف، ولما اكتب لك L4 اكتب فورث ستيج فلاري فورم لارف. صعب؟ لا. عرفت يعني ايه L1؟ لما نكتب L1 مش معناها L1 ده معناها فيرست ستيج رديتي فورم لارف. طب وايه L2؟ سكند ستيج رديتي فورم لارف. وايه L3؟ ثيرد ستيج فلاري فورم لارف. فورث ستيج فلاري فورم لارفا. خلاص، الراديتي فورم لارفا فيدنج ونون انفكتيف، يعني بتاكل وما بتعرفش تعمل انفكشن، ما بتعديش حد. اما ال 3 معلش هي لوحدها، سيبك من ال 4 لان ال 4 دي خلاص بتبقى قربنا من الادلت، انفكتيف ونون فيدنج، تعمل لك انفكشن بس ما بتاكلش. خلاص، فتلاقي الكتاب دايما جنب كل مره كتب ال 1 كتب لك جنبها فيدنج نون انفكتد انفكتيف فيرست ستيج رابديتي فورم لارف، وانت بقى عمال تحاول تحفظ يا عيني ومش عارف. وال 2 سكند ستيج نون انفكتيف فيدنج رابديتي فورم لارف، والاثنين دول عمالين يكبروا لحد ما ينسلخوا الانسلاخ الثاني عشان يبقوا ثيرد ستيج انفكتيف نون فيدنج فيلاري فورم لارف. فهمنا؟ ماشي. الملحوظه الثانيه، دايما الانسلاخ الاخير هيتم في الهابيتات، اكتب هنا هابيتات عشان يحصل ادلت. فهمنا؟ طيب بيقول لك ايه بقى الانسلاخات دي تمت فين، يعني تمت في الشارع ولا تمت في الانتستين ولا تمت فين بالظبط؟ بيقول لك ممكن هي تديفلوب دايركتلي في الجي اي تي، يعني مش محتاجه من الاخر مايجريشن. اكتب هنا اهو مكتوب، اكتب على ديفلوب دايركتلي، على دايركتلي دي دايره وسهم ونو مايجريشن، زي الارمله والكرباج ما عملوش مايجريشن. ممكن مايجريشن ثرو السيركيوليشن، ايه يا عم انتوا بتتفسحوا؟ مين بقى اللي بيتفسحوا؟ اللي كانوا عايشين من شويه في السمول انتستن، مين اللي ما بيتفسحوش وقاعدين؟ اكسكيوز مي، انا عايز اقول لفظ ينفع اقوله؟ ماشي هقوله عشان تحفظ. ماشي اوكي. فهو بيقول لك ايه، مين اللي ما بيتفسحوش وعايشين في في الايه بقى؟ ماشي في ايه؟ في الاستول يعني.
مين اللي عايشين في الاستول وما بيتفسحوش؟ اللي عايشين في الاستول في اللارج انتستن، الارمله والكرباج قاعدين في اللارج انتستن والاستول عمال يصب عليهم ومفيش فسح ومفيش مايجريشن. انا حسيت الناس هتقول لي يا دكتور اللي عايشين في الطب. لا يا جماعه، لا لا، الطب كله فسح اصلا، احنا بنتفسح اهو، بس تصدق بنتفسح في الاستول برضه. المهم يعني ان الارمله والكرباج دول قاعدين في الاستول وما بيتفسحوش، نو مايجريشن. طب مين بقى اللي كانوا بيتفسحوا؟ لا، اللي في السمول انتست اللي قاعدين بقى وعمال ينزل عليهم النيوتريشن والفيتامينات والليبت في السمول انتستن ده، هي مكان الفيتامينز. فاللي قاعدين يشربوا عصير بقى في السمول انتستن دول اللي بيتفسحوا، اللي هم مين يا دكتور؟ اللي هم الاسكار استعباء اللي واخدهم يفسحهم دراكولا خارج يتفسح، واخد معاه التعبان، وطبعا كده كده القزم شبطان فيه، صح كده؟ ماشي. وهم شبطانين في بعض بقى ورايحين النادي يتفسحوا، يعني عملوا مايجريشن، هيروحوا اللنج فيعملوا مشاكل في اللنج. فلو سالك في الام سي كيو مين اللي يعمل مشاكل في اللنج؟ اللي ليه مايجريشن، اللي بيتفسح. طب ليه رايحين اللنج؟ علشان محتاجين اكسجين، والاكسجين مش موجود كويس في الانتستين. خلاص تمام. يبقى اللايف سايكل قد تكون فيها مايجراتوري مايجريشن، وقد تكون ما فيهاش مايجريشن. مين اللي فيها مايجريشن في الانتستينال؟ يا دكتور اللي قاعدين يشربوا عصير ونيوتريشن في السمول انتستين، اللي هم مين؟ عمو دراكولا واخد التعبان خارج يتفسح والقزم شبط فيه، وراحوا الكلاب كلهم كانوا كلاب اسوفيجس. طب الارمله والكرباك؟ لا يا دكتور، الارمله والكرباك قاعدين في الاستول ما بيتفسحوش، قاعدين في اللارج انتست. تمام. نيجي بقى للسايكل، خلاص عرفناه. بيقول لك الادلت نيماتودا او الادلت نيماتودا ليف في اليومن او ليف في الهيومن اكسبت سترونجايلويد، ممكن تعيش في السويل فري ليفنج، مش محتاجه ونكتب جنبها برضو فاكولتيتيف بارازايت، فري ليفنج بارازايت. تعالى بقى نشوف الاسكارس. اتفقت معاك ان انا كده كده شرحها لك على السبوره، هتبص على الفيديو، ولكن احنا ده الفيديو انا معتبره مراجعه عشان نقفل النيماتود. الاسكارس بتبقى سلندريكال لونج بينكش، ليها سمول ماوث، تعبان يا جماعه تعبان، وحواليه سراوندد باي وان دورزال اند اتنين سب فنترال ليب، ليه شفه فوقانيه وشفه تحتانيه مقسومه نصين. الميل بيبقى شورتر اند ثينر. لو احنا عايزين نحفظ، احفظ ان هم تقريبا طول المسطره، مش عندك مسطره 20 ومسطره 30، بس بدل 20 من 15 ل 25، وبدل 30 من 20 ل 40، يعني المتوسط هنا هتلاقي 20 والمتوسط هنا 30 طول المسطره. الميل قصير ورفيع، والبوستيريور اند ملفوفه وكويلد، وريت لك صورتها في اللايف سايكل. وليه اتنين سمول ايكوال سبيكيولز، عنده اتنين ايكوال سبيكيولز. اتفقنا يعني سبيكيولز؟ يعني بينس. الفيميل لونجر اند ثيكر 20 ل 40 سنتي، بوستيريور اند بتاعتها ستريت. على فكرة الاسكارس بتبقى الام بتيجي تقول لك الولد نزل من بطنه تعبان، انت متخيل يعني 40؟ قيس كده 40 سنتي على ايدك يا جماعة، شوفوا قد ايه. يعني من صابعك لحد كوعك ده كده طول الدودة، فالدودة نزلت وسميكة تمسكها بايدك، ماشي؟ فبتقول لك الولد بلاقي فيه تعابين نزلت في الاستول بتاعه. الهوست مان ماشي. ولو احنا عايزين نشوف اللايف سايكل، طب نشوف اللايف سايكل ونرجع تاني. بص يا جماعه، هو نزل ايج ان ستول، هو الاول هي عايشه فين؟ المان هو الديفنتيف الاونلي ديفنتيف هوست بتاعها. الهابيتات بتاعها هي عايشه في السمول انتستن، عايشه في السمول انتستن اهو. بعدين راحت منزله ايج في الاستول. الايج نزلت ماتيور ولا ام ماتيور؟ لا يا دكتور، نزلت ام ماتيور. في ان فيرتلايزد، دي مش عايزها، وفي فيرتلايزد. الفيرتلايزد او بعد ما تنزل على طول هتطلع لي فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا، وتعمل الانسلاخ الاول في عملت فيرست ستيج، اهو عملت تنمو 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 لحد ما عملت فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا اللي هي ال واحد، وعملت الانسلاخ الاول في الشارع، وبقت سكند ستيج رابديتي فورم لارفا،
يبقى هنا اتحولت من L1 الى L2. L2 دي يا دكتور هي اللي انفكتيف، فالانسان هياكل البيضه الانفكتيف ويدخلها جوه بطنه في السمول انتستن. اول ما تدخل السمول انتستن هتهاتش، هتفقس وتطلع لك L2. L2 هتروح جايه مخترقه الدم وتمشي في الدم لحد ما توصل للهارت، ومن الهارت لللنج. في اللنج هتعمل الانسلاخ التاني والتالت، احنا اتفقنا دايما عندنا في 4 انسلاخات، التاني والتالت هيتعملوا في اللنج باستخدام الاكسجين بتاع اللنج، وبعدين تروح خارجه في البرونكيول للبرونكاي للابيجلوتس، وبعدين تروح جايه طالعه فوق في الكافيتي دي ونازله في الجي اي تي وتتبلع تاني وتنزل للسمول انتستن. اول ما تنزل للسمول انتستن تعمل انسلاخ الكام؟ وصلنا كام؟ ها، الاول في الشارع، التاني والتالت في اللنج، الرابع في السمول انتستن، فتديك ادلت. دي كده اللايف سايكل بتاعت الاسكارس. فبيقول لك ان الهوست بتاعك هو المان، الهابيتات سمول انتستن، عايشه فري في الليوم. الفيميل بتبيض 200,000 ام تيور اج في اليوم. تخيل الفيميل واحده بتبيض 200,000 بيضه ينزلوا في الاستول، بس نوت انفكتيف، فما ينفعش يعملوا اوتو انفكشن. ها، ينفع يحصل اوتو انفكشن؟ لا يا دكتور، ده في مشوار، ده عايزه تعمل الانسلاخ تكبر الاول ويحصل لها ماتيوريشن، والانسلاخ الاول يتعمل في الشارع وبعدين تبقى انفكتيف. في الصويل في التربه محتاجه درجه حراره مناسبه 22 ل 25، يعني يا جماعه دايما التربه رطبه واكسجين كويس ورطوبه، وتعمل وان دايركت سان لايت، في شويه اضاءه حلوه كده، وتقعد اسبوعين لحد ما تدي L1، فعشان كده ما ينفعش يحصل اوتو انفكشن. L1 ديفلوب انسايد ايج، وبعد اسبوع تعمل M1. يعني M1 الانسلاخ الاول، فتديك L2 انسايد ايج، هي دي الانفكتيف ستيج. وانت بقى بتكتب في الامتحان، ها، من 22 ل 25 درجه، واكسجين سبلاي هيوميديتي و ان دايركت سان لايت افتر 2 ويكس، L1 اللي هي بين قوسين فيرست ستيج فيدنج رابديتي فورم لارفا ديفلوب انسايد ايج افتر 1 ويك undergo the first molt become L2 اللي هي second stage rapidity form larva. احنا اتفقنا L1 و L2 يعني، صح؟ اللي هي الانفكتيف ستيج. طب ايه الانفكتيف ستيج؟ mature egg contain L2 اللي هي second stage rapidity form larva. طب ازاي حصل له infection؟ عن طريق swallowing of ingestion يا جماعه، ingestion، سواء بقى اكل اكل وايده ملوثه بالصويل، او شرب ميه ملوثه بالستول ده، او كل خضار مروي بالميه اللي كان فيها الستول ده. يبقى swallowing of polluted water او ingestion of polluted water or raw vegetable we contaminated hand by polluted soil. خلاص يا دكاتره، ماشي. بعدين بعد كده خلاص الانسان كل البتاعه دي اللي بتحتوي على L2، عايزين نكمل اللايف سايكل في الانسان. فبيقول لك الباثوجينيسيس في الهيومن هيحصل الاتي: ايج هاتش ان اليومن وفي سمول انتستن، فتطلع L2 قديمه، ما انا عارف، بنتريت الانتستاينال ميكوزا وتخش السيركيوليشن، ومن السيركيوليشن لللنج. انت رايحه فين يا ستي؟ مش انت الهابيتات بتاعك سمول انتستن؟ لا والله معلش، انا لسه L2 وعايز ابقى L4 وادلت، زي ما انت عرفت في الديفلوبمنت، عايز ابقى L4 وادلت، والكلام ده مش متوفر علشان ما فيش اكسجين. ماشي. بعدين فانا هروح دلوقتي للسمول انتستن، هخرج من السمول انتستن للسيركيوليشن للقلب لللنج، وبعدين هبقى ارجع لكم تاني بس وانا كبيره شويه، راجعين بس مش دلوقتي. ففضلت قاعده في الالفيولاي لمدة أيام، عملت الانسلاخ الثاني والثالث، وبعدين كفاية كده بقى، أما أروح أعمل الرابع في بيتنا ما عيب يعني، فمايجريت أب تو برونكيولز وبرونكاي والتراكية، وبعدين وصلت للإبيجلوتس اتبلعت، وصلت للسمول انتستن، عملت الانسلاخ الرابع والأخير، وبقت أدلت ميل وفيميل. طب إزاي بنشخص؟ بنشخص بوجود إماتيور إيج إنفيسز بتظهر بعد شهرين من الإنفكشن.
طب الكلينيكال بيكتشر عادي بقى، بطنه بيوجعه واسهال ونفسه، وكل ما ياكل اكل بيوجعه وما بيكبرش يا جماعه، مال نيوتريشن، عنده تعابين بتاكل الاكل بتاع بطنه. هم بصراحه مختصرين قوي عندكم في الجزء الكلينيكال، اعتقد هيأجلوه لموديول اخر، فما فيش كلينيكال، حتى الكلينيكال بيكتشر بتاع الباقيين مش مكتوب اصلا. الترايكوسيفالس ماشي، او الترايكوسترونج، او الترايكوريس ترايكوري، اكتب فوق ترايكوري ماشي. هي جريش وايت بينك ويب لايك شبه الكرباك، الانتيريور 3 اخماس رفيعين، هما ده اللي بيضرب بيه الكرباك، واخر خمسين ده ايد الكرباك بوستيريور خمسين بتبقى فك. الميل من 3 ل 5 اكسكيوز مي، من 3.5 ل 4.5 سنتي، كيرفد بوستيريورلي ماشي، وليها وان سبيكيول، عند وان بينس ان سبينيشيس اوكي، من 4 الفيميل من 4 ل 5 سنتي، ستريت كودال اند، النهايه بتاعتها الكودال اللي هي بوستيريور يعني مستقيمه، والفالفا بتوين الانتيريور اند بوستيريور بورشن، عند الجنكشن بين الانتيريور والبوستيريور. الايدج بتاعت الترايكوريس ترايكوري شكل البرميل ولونها بني وليها باي بولر بروتيوبرانس، عارف البرميل بتاع البرميل الخشب بتاع علاء الدين وعلي بابا ده؟ بص يعني انت ممكن ترسم اوفال فوق واوفال تحت وبعدين الوول بتاعت البرميل، هو شكله كده. وانا كنت بحب ارسم برميل واحط فيه كرباك واقول الكرباك في البرميل عشان افتكر ان مين اللي كان شكلها برميل، بارل شيب الكرباك، فكنت برسم هنا كده هو برميل وجواه كرباك. الديفينيتيف هوست مان اللايف سايكل بتاعتها سيمبل، يعني انا حاططها لك ورق ممكن نبص عليها برضو ماشي، تعال نبص عليها اهو. البرميل بص، برميل ليه قعر وغطا والول بتاعت البرميل، ممكن بقى ترسم برميل فوق وجواه كرباك خلاص. هي عايشه فين الكرباك؟ عايش في اللارج انتستن اهو، شوف عامل لك ايه على اللارج انتستن. بدات تبيض بيض، البيض اماتيور، البيض برضه هياخد له اسبوعين ثلاثه لحد ما يكبر ويطلع لارفا. بعد ما بقى لارفا هيعمل لارفا اللي هو L1، L1 دكتور هيعمل الانسلاخ الاول في الشارع؟ الاجابه لا، امال ايه؟ مش هيعمل حاجه، هي بقت L1 على طول، فيرست ستيج ريبليتي فورم لارفا، هي كده انفكتيف. فراح الجاي الانسان كلها ودخلت جوه السمول انتستن فاسد، وراحت اللارج انتستن عملت الاربع انسلاخات مره واحده في اللارج انتستن في الهابيتات وادت ادلت. شوف بقى سم يعني، بص لذيذه قوي، سيمبل قوي بصراحه، ولا بقى هنروح اللانج ولا هنجرس نفسنا ونعمل انسلاخات في الشارع ولا الكلام ده خالص. فدي كانت دوده سهله وبسيطه وما حبتش تعقد لكم الدنيا او تعمل لكم مشاكل، وكتر خيرها بصراحه. ده الكرباك، تعال نشوف كده، بيقول لك يبقى اللارج انتستن هي الهابيتات بتاعت الترايكو سيفالس او الترايكو سترونجالس. باض عملت نفس الكلام ده بس ما باضتش 200,000، 200,000 ايه يا عم واحنا فاضيين؟ هم 2000 ماشي، يبقى في 2000 برميل، 2000 برميل اكتب والله 2000 برميل ماشي. نزلت السويل اسبوعين ثلاثه بقت ال واحد في البيضه، ها هننسلخ ونتعب نفسنا؟ لا، انا خلاص ال واحد بقت انفكتيف. فالفرق بين الانفكتيف ستيج في التعبان والكرباك ان التعبان الانفكتيف ستيج L2 جوه البيضه، هنا L1 جوه البيضه. فالانفكتيف ستيج ماتيور ايج كونتين L1، يعني L1 فيرست ستيج رابيديتي فورم لارف، عكس دي المود اوف انفكشن سوالوينج بوليوتد ووتر، نفس المود اوف انفكشن. الايج فاست في السمول انتستن، راحت عملت الاربع انسلاخات في اللارج انتستن واداتك ادلت. كتاب عندك كاتب ان الاربع انسلاخات بيتموا وهي ماشيه من السمول انتستن وراح على اللارج انتستن، هو الواقع انها بتعمل الاربع انسلاخات في اللارج انتستن خلاص. تحديدا السيكم ده اشهر مكان، وده ام سي كيو دايره حواليه، بعض الاحيان الابندكس لو رسمت السيكم هتلاقي جنبه الابندكس على طول. الانكليستوما، لا الانكليستوما بقى يعني بص مشوار، يعني بص هو بيقول لك اولا اسمها هوك وورم، دي اسمها ويب وورم او الدوده الكرباكيه، دي اسمها هوك وورم بورسيتد نيماتود، بصراحه كنت اول مره اشوف الاسم ده يعني.
بيرسيتد نيماتودز ده. انتيريور اند سبنت باكورد، الانتيريور اند ملفوفه ومعكوفه شويه لورا، وبتحتوي على لوكال باكال كبسول. ما هو دراكولا بقى، بص بقى بق دراكولا عامل ازاي، ومليان سنان وبليتس، فيها تيث وبليتس. الميل من 8 ل 10 في نص ملي، والتيل في كوبيولاتوري بيرسا وذ 2 سبيكيولز، فيها بينس يا جماعه، و2 بينس. الفيميل 10 ل 13 ملي في 6/10 ملي ثيكنس، فيها فالفا بتفتح ما بين الجنكشن بتوين الميدل اند بوستيريور ثيرد، ماشي، يعني تسيب التلتين الاولانيين والتلت البوستيريور، المسافه ما بينهم او النقطه اللي ما بينهم هي اللي فيها الفالفا. التيل بتاعها في سباين. المان هو الديفينيتيف هوست، شايل الدوده في السمول انتستين، بس مش فري زي التعبان. التعبان بيبقى عمال يتحرك في السمول انتستين، لا ده بيبقى فيكسد في الميكوزا، عمال يشرب دم، بتبقى لازقه في الميكوزا، مش فري، لازقه دراكولا عاضد الميكوزا وعمال يسحب دم. تخيل الفيميل الواحده بتسحب نص ملي في اليوم او 5% ملي في اليوم، ماشي، فده بتعمل انيميا يعني. فافتكر دايما ان الدراكولا دي بتعمل انيميا. بتبيض 20,000، يبقى 2000، 20,000، 200,000. بعدين يا دكتور البيضه نزلت في الاستول، قعدت من اسبوعين لثلاثه برضو بقت ال واحد، فقست. ايه ده، فقست في الشارع، مش انسلخت في الشارع، ده فقست يا جماعه، ايه ده، اول مره نشوف الموضوع ده. يعني الاثنين دول ما فيش حاجه فيهم فقست، دي فقست في الشارع وراحت مطلعه ال واحد يومين ثلاثه وعملت الانسلاخ الاول بقت ال 2، خلاص. بعدين ال 2 بعد 5 ل 7 ايام عملت الانسلاخ الثاني، يعني الاول والثاني في الشارع، يعني قضت نص حياتها في الشارع، وراحت عامله لك ال 3 اللي هي انفكتيف ستيج. فهي بيقول لك ان الانفكتيف ستيج بتاعتها هي ال 3 انشيز ديفلاري فورم لارفا. هي احتفظت بالجلد اللي كان موجود عند ال 2 وفضلت انشيزد، وده مهم علشان ام اس كيو، لان اللي جاي هتبقى انشيزد، دي انشيزد يعني حواليها شيث فعلا، خلاص. فهي يا دكتور راحت واخده ال 3، ال 3 دي بقت الانفكتيف. فالاول مره مش ايج، هنا ايج، هنا ايج، هنا لارفا، هنا لارفا، خلاص. البنتريشن اوف ال 3 للانتكت سكن، خاصه بين صوابع الرجلين عشان منطقه سكن رقيقه، او من الميوكس ممبرين بتاع الماوث لو هو كان كل اكل ملوث. اللي ثلاثه دخلت الانتستين ما عجبتهاش، راحت واصله للدم، اكسكيوز مي، دخلت من السكن للدم على طول، ومن الدم راحت اللانج، عملت في اللانج الانسلاخ الثالث. خلي بالك يا جماعه، دراكولا قضى نص حياته في الشارع، الجمل دي بتفرق على فكره في الام اس كيو. دراكولا قضى نص حياته في الشارع، دراكولا والقزم قضى نص حياتهم، او القزم قضى نص حياته او كل حياته في الشارع، لكن دراكولا قضى نص حياته في الشارع بقى خبره. يعني ايه نص حياته؟ يعني عمل الانسلاخ الاول والثاني في الشارع، وهيعمل الثالث في اللنج، ويروح يعمل الانسلاخ الرابع في السمول انتستين علشان يبقى ادلت، خلاص. طيب نشوفها لايف سايكل تاني يمكن ناكد عليها معاكم. يا جماعه ده دراكولا باضت البيضه بتاعته، البيضه اتحولت لفيرست ستيج ربديتي فورم لارفا، وراحت عملت هاتشنج، طلعت اللارفا في الشارع. اللارفا دي ال واحد، ال واحد اتحولت ل L2، ومن L2 ل L3، فقضت نص حياتها في الشارع، يعني عملت الانسلاخ الاول والثاني في الشارع، بقت ثيرد ستيج فلاري فورم لارفا. السيرد ستيج فلاري فورم لارفا، واحد ماشي ورجله حافيه راحت وبقت مليانه طين، الفلاريا استغلت الانتكت سكن، مش محتاجه جرح، انتكت سكن، وراحت داخله في الجلد، مشيت في الدم وفضلت تمشي في الدم لحد ما وصلت للقلب، ومن القلب لللنج، ومن اللنج عملت الانسلاخ الثالث. بعدين برضه طلعت واتبلعت ونزلت للسمول انتستين، في السمول انتستين هتعمل انسلاخ الرابع علشان تدي لك ادلت. تعال نشوف القزم، سترونجايلويد استريكولارز او دوارف ثريد وورم، دوارف ثريد وورم. بتبقى سمول سلندريكال ترانسليوسنت شفاف، الميل
سواء بارازيتك او فري ليفنج نفس الحجم 8 من 10 مللي في 50 مايكرون وليه رابديتي فورم اسوفيجس. ماشي، رابديتي فورم لما كانوا مسحوب. اما الفيميل الفري ليفنج فيميل من 1 ل 1.7 من 10 مللي في 60 مايكرون ويز رابديتي فورم اسوفيجس. البارازيتك لا، البارازيتك كبيره 2.2 من 10 مللي في 70 مايكرون with cylindrical esophagus. مين القزم عايش فين؟ لا مش بني ادمين بس، بقى القزم عايش في البني ادمين والكلاب والشمبانزي واي حاجه يقابلها عايش في كفاينل هوست. عايش فين تحديدا؟ في السمول انتستن، في الديودينم والجيجينم اكتر حاجه، يعني في البروكسيمال سمول انتستن مش في الديستال، مش في الاليم. بعد الفيرتلايزيشن الميل بيموت والفيميل بتكمل وتخترق وتدخل تعيش تقعد جوه في الميوكوزا. خد بالك من حاجه في الاسترونجايلويد، ان البعض بيظن ان هي اصلا ما فيش ميل وفيميل بارازيتك، هي الفيميل بس وبتلقح نفسها وبتطلع الايج ذاتي بس. طبعا ايه ثيوريز، لكن احنا حتى الان بنقول ان في ميل وفي فيميل لاننا شفناهم فري ليفنج. الفيميل اخترقت الميوكوزا وعاشت جوه الميوكوزا وعماله تبيض بيض، البيض بيفقس في الميكوزا. ركز، البيض بيفقس فين؟ البيض بيماتيور ويعمل ال واحد ويفقس في الميكوزا، يعني انت مش هتلاقي فيه اج في الاستول. وبعدين ال واحد دي هتمايجريت لليومن وتنزل في الاستول. خد بالك، هتمايجريت في اليومن وتنزل في الاستول، يعني اللي نزل في الاستول هي اللارفا مش الاج. يا جماعه دايره حوالين ده عشان بس ايه الاسئله. ال واحد هتبقى من ال واحد ل اتنين ل تلاتة، وبعدين ال تلاتة تكون في الشارع زيها زي دراكولا، وبرضو تخترق الجلد زيها زي دراكولا. فالانفكتيف ستيج هي ال تلاتة بس، هنا بس انشيثد لكن هنا كاتشيثد خلاص، وتعمل ال تلاتة وهي دي الانفكتيف ستيج. الحركة دي كده اسمها دايركت لايف سايكل، اللي هو من الآخر عادي زي دراكولا. أمال فين المشكلة؟ المشكلة إن هي لو ما لقتش هوست فتقول عادي إن شاء الله عنك ما جيت، وأنا مش عايزة أصلاً أعيش في بني آدمين، وكبرت وكملت بقية انسلاخاتها في الشارع لحد ما بقت أدلت ميل وفيميل وتزوجوا وباضوا في الشارع. دي اسمها اندايركت لايف سايكل. يبقى الدايركت اللي هي العادية ماشية في السليم، الاندايركت إن هي من الآخر ما دخلتش بني آدمين أصلاً. طيب ايه الانفكشن؟ penetration of skin and mucous membrane زيها زي الانكليستوما، ولكن هنا في اوتو انفكشن انترنال واكسترنال هنتكلم عنهم في محاضره جايه. خلاص؟ الهايبر انفكشن. هايبر انفكشن بتحصل مع الاميون كومبرومايزد، يعني الشخص يكون مناعته قليله فهي تستغل ان المناعه قليله وتعمل انفكشن، وده بنسميه اوبورتيونستيك بارازايت، انه استغل المناعه القليله وعمل حالة من الانترنال اوتو انفكشن بعدد كبير جدا، فبقى البني ادم بيحتوي على انفكشن كتيرة جدا 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 من الاسترونجايلويد ستريكولارس. خلاص؟ لدرجة انك هتلاقي كل حتة في الجي اي تي بتحتوي على استرونجايلويد ستريكولارس، بنسميها ديسيمينيتد هايبر انفكشن او ديسيمينيتد استرونجايلودييزس. ديسيمينيتد يعني منتشر. الماسيف نمبر اوف اللارفا هيتم انتاجهم، وبالتالي الانفكشن هتلاقيها بقت في كل حته، حتى ممكن توصل الليفر واللنج والبرين وتعمل فيفر ونيمونيا وسبتسيميا ومننجيتس، وده فيتال في 60% من الحالات. تعال نشوف. بص يا جماعه، تاني الاسترونجايلود ستريكولاز اتكلمنا ايه؟ ان انت عندك الادلت ميل وفيميل كانوا في السمول انتستين، الميل مات والفيميل كملت في الميكوزا. الفيميل ده كله جوه الميكوزا يا جماعه، جوه الميكوزا باضت بيضه والبيضه فقست. هو باضت بيضه والبيضه فقست، البيضه فقست نزلت لك لارفا في الاستول. خلاص؟ بعدين اللارفا نزلت في الاستول وتحولت للفيرست والسكند والثيرد ستيج لارفا في السويل. لما حد هيدوس الثيرد ستيج لارفا دي هتدخل للانسان وتعمل لك انفكشن. فين المشكله هنا؟ لما تبقى على شواطئ وفيها كلاب والكلاب عماله تعمل ستول وبتبيع على الشط، والشط مطين سنه،
فاي حد هيدوس على الشط فهيلاقيه كونتامينيتد بكميات كبيره من الفلاريفورم لارفا اللي هتعمل لك انفكشن بسترونجيلوديس تريكولاريس. النقطه هنا بقى بيقول لك ان في لايف سايكل اندايركت. يعني ايه؟ يعني يا دكتور الفلاريفورم لارفا ما دخلتش الانسان، ده عملت ملو في ميل والملو في ميل باضوا والبيضه فقست وطلعت لارفا، واللارفا بقت ثيرد ستيج لارفا وبعدين بقت انفكتيف، ممكن تقعد تكمل لايف سايكل از فري ليفنج. تمام؟ فهنا الدايركت لايف سايكل هي العاديه اللي احنا نعرفها. طب الاندايركت ان في ميل وفي ميل اتكونوا في الشارع بنسميها فري ليفنج سايكل، اما دي بارازيتك سايكل، عشان كده بنسمي الاسترونجايلويد ستريكولاريس فاكولتيتيف بارازايت. الانتروبياس فيرميكولاريس برضو هسيب لك فيديو بيشرح اللايف سايكل بتاعت الانتروبياس فيرميكولاريس، اسمها بين وورم او سيت وورم او فاميلي وورم، عشان لما بتعمل انفكشن هي بتعمل اوتو انفكشن، الاثنين دول بيعملوا اوتو انفكشن. ما بتعمل اوتو انفكشن دي جاي لك حد عنده انتروبياس، بندي العلاج للعيله كلها، للعيله كلها. لونها سيلفري ويتش، وممكن تلاقيها على فكره في الاستول. انتيري اند وذ سيرفايكال ايلا، شبه ال اسمها ايه، شبه الافعى الكبرى كده. سيرفايكال ايلا زي، عارف الكبرى، عارف الافعى الكبرى بيبقى ليها جناحات كده، هي دي السيرفايكال ايلا. ماشي؟ حتى لو هتشوفها في العملي هتلاقيها عباره عن دايره وليها جناحين كده. الميل 2.5 2 ل 5 مللي. بوستيرير اند شاربلي كيرفد كيرفد وذ سنجل سبيكيول. الفيميل 8 ل 13 مللي. بوستيرير اكستريميتي از ستريت وذ تابرنج اند فاينلي بوينتد تيل، هتشوفها على السبوره شبه الدبوس بالظبط. فالفا ات اند اوف اوف انتير كوارتر، يعني من الاخر الربع الاولاني بعديه على طول هتلاقي فيه الفالفا. مش عارف هو ليه في اسيوط مهتمين قوي بالموضوع ده بصراحه، انا اول مره اشوفه يعني. الهوست مان سبيشيالي للتشيلدرن، الاطفال اكتر لان هم عندهم الباد هابت، ما بيغسلوش ايديهم وكده وبيلحسوا اي حاجه في الارض. الهابيتات لارج انتستين، لارج انتستين زي الكرباك، الارمله والكرباك قاعدين في اللارج انتستين. سيكم كولون ريكتم ابندكس. الميل داي افتر فيرتلايزيشن، والجرافيت في ميل هات مايجريت او تصيد لحد الانس، يا بقى تعمل لك فيها الارمله الكادحه وتوصل لحد الانس، تشك العيل يا عيني في البري انال ريجن وتشكه وتحط البيضه. especially بالليل يا بنت اللذينه، فصحته من النوم في احلى نومه وشكته، الواد صحي حط ايده في الانس وهرش شال البيض على ايده وبعدين بدا يحطه في بقه. الفيميل بتبيض حوالي 10000 فولي ماتيور ايج، بتبقى انفكتيف مباشره، 10000 بيضه في حياتها، يعني بعد ما تبيض 10000 بيضه بتموت. طب هي بتعيش قد ايه؟ بتعيش في شهر لشهرين. بتلاقي ايه في الاستول؟ بنلاقي او ايه الانفكتيف ستيج، هي نفسها الدايجنوستيك ستيج هي الماتيور ايج، نكتب عليها انفكتيف اند دايجنوستيك. طب المود اوف ترانسميشن، انجيشن، ايربورن، اوتو انفكشن سواء انترنال او اكسترنال او ريترو انفكشن اللي هي الاكسترنال يعني. لارفا كم اكسكيوز مي اللي هي الانترنال، لارفا كم اوت ان سمول انتستين تمولت توايس. ماشي؟ ما هي ادلت، هتحتاج 2 مولت علشان توصل للسيكو، هي ماتيور قصدي. فبعد اسبوعين لاربع اسابيع هتعمل الماتيوريشن. حصل مايجريشن، هنكتب نو مايجريشن، نو مايجريشن، ولا الارمله ولا الكرباك بيعملوا مايجريشن. بعدين بيقول لك كلام جميل، هو الحته دي بقى يا جماعه والله كنا ممكن نستغلها ونكتب فيها المود اوف انفكشن بتاع الانتروبيس، لان هي يعني مطولين شويه في الورق بتاعنا. الدياجنوستيك ستيج ماتيور ايج وادلت فيميل، مهمه الجمله دي، يعني ممكن نلاقي ادلت فيميل او ماتيور ايج. طب انستول، لا مش ستول، سواب، هشرح لك على السبوره، مش مكتوبه في الهاند اوت، بس الكلام ده ما بنلاقيهوش في الاستول يا جماعه لانها لزقته على الجلد، والكتاب كتب انه لزقته على الجلد، فممكن يسالك عليها في الام اس كيو وممكن الدكتوره هتكون شرحتها في المحاضره. خلاص؟ الترايكينيلا سبيراليز، يعني مش عارف، كفايه كده يا جماعه. طب كفايه كده يا جماعه عشان خاطر المحاضره طولت، واكمل لك في فيديو تاني.